شوف المقادير بتاع صلصه البيتزا. صلصه البيتزا محتاجه عندي طماطم تكون مفرومه، وهقول لكم فرمها ازاي وايه الطماطم يعني اللي انا هستخدمها في صلصه البيتزا. وعندي كان معلقه صغيره من صلصه الطماطم، وعندي بصل، وعندي بصل باودر وثوم باودر، ومعلقه كبيره من الزعتر، وزيت زيتون، وعندي كمان ملح وفلفل، تمام، ومعانا ربع كوبايه كاتشب ومعلقه صغيره من السكر. هقول مقدار مره كمان، تمام. عندي صلصه البيتزا محتاجه طماطم مفرومه، معلقه صغيره من صلصه الطماطم، وعندي بصل باودر وثوم باودر، وعندي كمان معلقه كبيره من الزعتر. لو عندي ريحان يا جماعه برضو هيبقى حلو جدا، تقدروا تحطوه، تمام. وعندي زيت زيتون وملح وفلفل وربع كوبايه كاتشب ومعلقه من السكر، تمام. دي مقادير الصوص بتاع البيتزا. تعالوا بقى اول حاجه كده هنعملها، هستخدم زيت زيتون، وبيفرق قوي زيت الزيتون في صوص البيتزا. يعني لو حابين تستخدموا زيت عادي برضو ممكن، بس طبعا بيدي طعم مختلف خالص. هحط شويه زيت زيتون بالشكل ده، وعندي الطماطم المفرومه دي فرمها ازاي عايزه اوريها لكم. هجيب لكم كده طماطمايه، بصوا هجيب طماطمايه او الطماطم يعني عموما، سواء اربع او خمس طماطمات الكميه اللي انا عايزه اعمل صلصه البيتزا فيها، وهحطها في ميه مغليه، وهفتح كده عليها اربع تربع عشان اقشرها، وهقشرها بالشكل ده. بصوا اول ما تحط في الميه المغليه، شايفين القشر بيتشال بسهوله ازاي؟ اهو منتهى السهوله. هقشرها وهفرمها زي ما هي كده بقى، بهاند بلندر، مثلا احطها في خلاط، المهم ان انا هفرمها زي ما هي كده. هشيل بس الجزء ده وهفرمها، هتبقى عندي بالشكل ده خلاص. بعد كده بعد ما فرمتها وبقت عندي بالشكل ده، هبدا احط البصل عندي في زيت الزيتون. واحنا بناخد نجلاء، ازيك يا نجلاء؟ نجلاء ازيك؟ الو. ايوه ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله زي الفل. انا بعشق حضرتك. الله يخليكي، تسلمي يا رب. والله العظيم انا بصي انا بعشق حاجه اسمها شيف اسماء. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمولي. انا بقالي اكتر من 3 شهور والله العظيم برن على حضرتك عشان اوصل لك الخط المشغول. معلش والله اعذرونا، ساعات ضغط التليفون معلش بيبقى غصب عننا والله. ربنا يخليكي يا شيف اسماء، وشكرا، تسلم ايديك يا رب، وربنا يخليكي لنا وما تحرمش منك ابدا. تسلميلي يا حبيبتي، احنا نكلمك مخصوص بس كده. بس بعد اذنك. الايه معلش قولي لي؟ عايز اسال لحضرتك سؤال. اتفضلي. هو انا كنت من حوالي فتره كده كنت بعمل البسكوت اللي هو بتاع العيد ده، البسكوت، بس ما بيظبطش معايا. بسكوت ايه معلش؟ ممكن حد يقول لي في الكنترول؟ بسكوت النشادر. النشادر، تمام. هقول لك، حاضر هقول لك ايه احسن طريقه لي. عينيا عايزه حاجه تاني؟ لما بقى لا ربنا يخليكم، والعيش بس العيش، العيش اللي هو الشمسي بعد اذنك. العيش الشامي، حاضر. الشمسي ولا الشامي؟ الشمسي. حاضر الشمسي، حاضر يا حبيبتي، عينيا. ماشي يا حبيبتي، ميرسي لتليفونك. تمام، حطينا شويه زيت الزيتون، وحطينا كمان البصلايه شوحناها شويه، وحطيت عليها الطماطم، قلت لكم نعملها ازاي ونفرمها زي ما هي كده خلاص. هحط بقى الكاتشب، ربع كوبايه الكاتشب ومعلقه الصلصه. احنا كده خلاص الكاتشب عرفنا انا يتعمل ازاي وكل الكلام ده. انا عايزه اوريكم بس الصلصه اللي انا حطيتها من شويه بقت شكلها عامله ازاي. الطماطم بصوا لونها غمق ازاي، وابتدت خلاص تتسبك اللي احنا عملنا بيها الكاتشب، اهي باينه معانا شايفين. هحط بقى الكاتشب واحط الصلصه بتاعتي اهو، واحط عليهم كمان السكر. معلقه السكر دي بتفرق جامد جدا. احط السكر، معلقه سكر، اوطي بس النار شويه عشان اهو تبقى على نار هاديه كده. وهبدا بعد كده عندي ريحان، هحط عندي شويه زعتر، هحط شويه زعتر. الريحان برضو بيبقى حلو جدا، تقدروا برضو تحطوه. هحط شوية ثوم وبصل باودر، اهو
هحط شوية ملح وفلفل. تمام اهو، وهقلب كل الكلام ده كده مع بعض وهسيبه يغلي على نار هادية. هحطه كده على النار الهادية دي، هسيبه يغلي على نار هادية يتسبك شوية، وهيبقى عندي صوص البيتزا جاهز. ده كده يتقلي شوية صغيرين خالص، هيتقل شوية وهيشرب أي سوائل مثلا أو أي رطوبة عندي في الطماطم أو الكلام ده كله، وهيبقى صوص البيتزا ممتاز معايا، ينفع أعمله لأي بيتزا عندي. تمام، ده صوص البيتزا.